بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الدكتور عبد الخطيب من قسم علوم الحاسوب كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب بجامعة اليرموك بمحاضرة التعلم عن بعد ليوم الثلاثاء 7/7/2020، والمحاضرة هي لمادة CS 110، وهي مادة الفيجوال بيزك التي تعطى لكليات الطب والصيدلة والعلوم. واليوم محاضرتنا هي الجزء الثالث من الشابتر الأول، الجزء الثالث من الشابتر الأول بمادة البروغرامينج بتاعة الفيجوال بيزك. خلينا ننتقل مباشرة. الجزء الثالث بيحكي كيف راح احنا نشغل البرمجية وكيف راح نبدأ نبرمج بالتسلسل وستيب باي ستيب. أول سلايد بيحكي لنا، بقول بدك تروح على جهازك على الكمبيوتر تاعك، تعمل من كبسة ستارت تبعت الجهاز بعد ما تنزل أنت البرنامج، تروح على الستارت وتروح على مجلد البرمجية اللي هو تابع للمايكروسوفت فيجوال ستوديو. فبدك تروح تدور على حرف الام، مايكروسوفت فيجوال ستوديو، مايكروسوفت فيجوال ستوديو 2010، تفتح المجلد وتدور على المايكروسوفت فيجوال ستوديو البرنامج تاعها. طبعا في اكثر من برمجية، دور على الاشارة اللانهاية اللي هي فيها ايقونة البرنامج. الآن بتبلش عندنا الصفحة الترحيبية للبرنامج. لاحظوا أنا طبقت عملي قدامكم وسجلناها للي بده يراجعها ويجربها. ستارت، ومن ستارت بتروح على البرنامج. الآن بعد ما اشتغلت البرمجية، خلينا نروح على البرمجية عمليا. راح يطلع عندنا البرنامج الشاشة الترحيبية هاي. الشاشة الترحيبية هاي نكبرها على قد الشاشة، فيها أكثر من جزء. خلينا نروح على السلايد ونشوف شو هو محاكين عنها. بيقول راح تظهر عندك الستارت، وبعد الستارت راح يظهر عندك الشاشة الترحيبية. بيحكوا عن الشاشة الترحيبية هاي. الشاشة الترحيبية أكثر من جزء. في عندنا أي نافذة بالكمبيوتر، أي نافذة أو أي برنامج بالكمبيوتر، في إله منيو بار راح نيجي، وفي إله تور بار. والشاشة الترحيبية للبرمجية فيها الريسنت بروجكتس، آخر أنت برامج عملتهم، آخر بروجكتات عملتهم، الريسنت بروجكت بيطلع لك قائمة بآخر برامج أنت عملتهم وين مخزنهم، مشان إذا بدك تروح تشغلهم وتكمل عليهم. إضافة لا دعاية للبرمجية. الآن كيف بدنا نشغل البروجكت؟ من فايل نيو بروجكت، هاي الكبسة الرئيسية لإنشاء بروجكت جديد. النيو بروجكت هذا بيروح بيعطينا نافذة إضافية، زي ما أنتم لاحظين النافذة الإضافية اللي إجت لاير طبقة ثانية فوق الشاشة الترحيبية. بيحكي لك أنت بدك تشغل بالفيجوال ستوديو 2010 أي برمجية، هل برمجية الفيجوال بيزك ولا لغات أخرى؟ ممكن أنت تروح تأخذ مساق سي بلس بلس أو سي شارب. فإحنا من إحنا بهاي الكورس راح نأخذ الفيجوال بيزك، الفيجوال بيزك 2010 اللي تحت الويندوز بيشتغل اندر فورم ويندوز، ونختار الويندوز فورم ابلكيشن. حتى تحت الويندوز في اكثر من طريقه لتصميم المشروع، شاشه السوداء الكونسول او الويندوز فورم ابلكيشن اللي هي الجي او اي تاعت. فخلينا نروح نشغل البرمجيه هاي. هون بعطيك مجال انك تسميه او بسميه هو، بعطيه اسم من عنده. خلينا احنا نسميه مثلا اللي هو بروجكت 1، بروجكت 1 بتاريخ 7/7/2020. الان مجرد ما اعطيته اوكي، بعد ما اخترت انت صحيح الفيجوال بيزك والويندوز والويندوز فورم ابلكيشن اوكي، هذول كلهم بشرحهم باربع سلايدات هسه راح نمر عليهم. بيجي بشغل لك الاي دي اي تاعت البرنامج، الكومبايلر تاعت البرنامج اللي هو متخصص بالفيجوال بيزك. والاي دي اي اللي احنا اخترناها الويندوز فورم ابلكيشن بعطينا فورم، احنا اخترنا ويندوز فورم ابلكيشن بعطينا فورم، شاشه او ارضيه نبلش نرسم عليها. الان الشاشه هاي في لها كمان اجزاء راح نتعرف عليهم فيما بعد. خلينا نرجع على السلايدات عشان ما احنا نطول على السلايدات. فبدنا الشاشه الترحيبيه. بعد الشاشه الترحيبيه في عندنا الستارت، الريسنت. الريسنت قلنا شو هي؟ اخر برامج او اخر مشاريع انت كنت مبرمجهم بيظهروا وين هم؟ هيهم بالجزء هذا الريسنت،
ورجيناكو اياه وذكرناكو فيه. بعدين بشرح بيقول اذا بدك انت تبلش بمشروع جديد بدك تروح على الفايل ونيو اوبجكت نيو بروجكت، وهي الشغله عملناها امامكم. بعدين البروجكت اللي انت بتعمله يسمى بروجكت ولكن هو يخزن على شكل سوليوشن. انتبهوا لهي النقطه، البروجكت كامل يخزن على شكل سوليوشن. خلينا نشوف كيف سواه سوليوشن. متذكرين لما احنا سمينا بروجكت 1 بتاريخ اليوم؟ هي هون السوليوشن تاعنا الهيراركي تبعه، انه بروجكت 1 بتاريخ اليوم زي ما سميناه وفيه فورم واحد. هذا الفورم الواحد لسه ما صممناش عليه ولا شيء، فاجا هو عمل مجلد كامل، عمل عليه ديزاين، عمل عليه اسم المشروع اللي احنا سميناه وسماه سوليوشن. فهذا السلايد بيحكي بيقول ترى اسمه سوليوشن وبتخزن بدوت اس ال ان سوليوشن. لو اجينا عليه كمان مره على البرنامج بنلاحظ انه هون السوليوشن وبتخزن دوت اس ال ان لما نيجي نخزنه بنهايه المحاضره. هذا السوليوشن تاعنا، فكره السوليوشن البروجكت بخزنه على شكل سوليوشن. الان بيحكي بيقول لا تنسى انك تختار الويندوز فورم ابلكيشن الدبليو بي اف، هاي الويندوز فورم ابلكيشن اللي احنا اخترناها اندر فيجوال بيزك، مش تروح تختار شيء ثاني وما يشتغلش عندك. الشاشه هاي جيناها، هو بيقول بيعتقد انه بالكتاب تبعه دايتل اند دايتل بيعتقد انه الطالب راح يدرس الكتاب لوحده، فبيعلمه وبيأشر له على كل شيء، بيقول له بدك تختار الويندوز فورم ابلكيشن اللي تحت الويندوز بالفيجوال بيزك وتكتب اسم البروجكت تاعك وتعمل اوكي وبيبلش عندك الفورم. طيب بعديها بيقول لك راح يطلع عندك ديزاين فيو الجي يو اي، الرسم اللي الفورم اللي راح نرسم عليه الجي يو اي، الاي دي اي اسمه عندنا الجي يو اي الجرافيكال يوزر انترفيس اللي بنرسم عليه الايقونات اسمه اي دي اي انتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت، وهو خلينا نحكي انه هو الكومبايلر اللي راح يترجم كل شيء بنكتبه احنا بالفيجوال بيزك بلغه الهاي ليفل لانجويج الى لغه المشين لانجويج بعد ما يكتشف كل الاخطاء اللي احنا الان. هذا سلايد بعتبره انا اهم سلايد بالشابتر الاول. هذا سلايد لازم كل واحد يتعلم مهاره قياده الماده. الان اجزاء الماده حتى نقودها، اللايسنس تبعت الماده حتى نقودها، لازم نتعرف على الاجزاء الجديده. بيقول لك خلينا نبلش من هون، بيقول لك هذا الفورم اللي بترسم عليه سايزابل هاندل، بامكانك انت تغير شكله. بنهايه هذا السلايد راح انا اخذ منكم اسئله، في ناس بدهم يسالوا. ببلش عندنا البار منيو، البار منيو او المنيو بار شريط اللوائح او القوائم. المنيو بار بيكون ان القوائم فيه على شكل كلام، فايل نيو، فايل ستارت، فايل سيف، وبطلع منه لسته بقائمه بالاسماء وكلياتها على شكل اسماء، انت بجوز تدور على القائمه بالاسماء. الان التول بار الثاني فيه الاوامر على شكل ادوات، ايقونات، ادوات. التول بار بيكون على شكل ايقونات، هن جزء من الايقونات اللي بيكون بالمنيو بار، لكن جايات لهون على شكل تولز لانه بنستخدمهم كثير بنكبس عليهم كايقونه. اذا الجزئين الرئيسيين طبعا بكل شاشه بالنافذه فيهن هذول الاجزاء، بس هذول متخصصات في عندنا هون على اليسار التول بوكس. التول بوكس بيختلف عن التول بار، التول بوكس تاب، حتى هو على شكل تاب. التاب هاي الان خلينا نروح نشرح شوي عنهم مشان نفهم شو يعني تاب وشو بار. بار هو شريط، خلينا نروح على الشاشه هاي. الان لاحظوا هذا شريط دائما بيظهر، هذا شريط دائما بيظهر اسمه بار، بار منيو بار تول بار. هذا تاب، التاب كيف القاموس تبع الصف الخامس ابتدائي او تبع الصف الاول ابتدائي القاموس تبع الانجليزي كنا نحط تاب لحرف الاي مشان نروح بسرعه على حرف الاي وندور على الكلمه، تاب لحرف البي ونروح ندور على حرف البي والكلمات اللي بيبدا بحرف البي. فهي التاب انه في التاب هاي موجوده وبنقدر احنا نشتغل عليها. ففي عندي تول بوكس تاب اسمه، وهذا بنرسم منه الايقونات، وامبارح رسمنا منه الايقونات، رسمنا البوتن ورسمنا. ممكن يكون هذا التاب مخفي بالشكل هذا، لما يكون مخفي بنيجي بنكبس عليه بالتاب تبعته بيظهر كاننا طلنا الملف من الجرار واتفرجنا عليه. التاب الثانيه تبعت الديزاين، خلينا نرجع لهول للسلايد نكبره. التاب الثانيه اللي هي الستارت بيج تاب، والديزاينر تاب اللي بنصمم عليها الايقونات وبنرسم عليها.
الدوكيومنت ويندو، شاشة الدوكيومنت اللي بنصمم عليها ومنبرمج عليها، في على اليمين، على اليمين ثلاث أجزاء رئيسية أو جزئين رئيسيات على شكل ويندو، نافذة مش تاب. الويندو هاي المفروض أنها دائما تكون موجودة. البروبرتي ويندو نافذة الخصائص، والسوليوشن ويندو، السوليوشن حكينا عنها، سوليوشن اكسبلورر ويندو قبل شوي قلنا لما البروجكت بصير على شكل سوليوشن ببين لك الهيراركي كم فورم عندك شو اسم السوليوشن تاعك. البروبرتي ويندو خلينا نيجي ان نشرحها بالتفصيل، استخدمناها اكثر من مره. البروبرتي ويندو هيها لو انا اجيت رسمت ايقونه مثلا، رسمت اول بوكس، هاي بوكس الان تختلف، لاحظتوا؟ انا بدي اقيم بدي ارسم، انتبهوا للبروبرتي ويندو. البروبرتي ويندو الان الحاليه بتقول لي في فورم 1 بس، لما انا اجي ارسم تكست بوكس تفرج على البروبرتي ويندو كيف اختلفت، بقول لي انت مختار تكست بوكس 1 من نوع تكست بوكس وهاي مواصفاته، اذا بدك تعدل على البروبرتيز والخصائص تبعته بخلينا نبلش نعدل. فمثلا بقول لك بدك تعدل مثلا على الباك كلر، تعمل الباك كلر لونه ازرق، اوكي بعمل لك اياه ازرق. الفوري كلر ابيض بعمل لك. فاذا البروبرتي ويندو مشان احنا نعدل على الخصائص، وفي درس للخصائص. شو هن الخصائص؟ في 6 7 9 خصائص مفروض احنا نحفظها عن غيب ونعرف كيف نبرمجهم ونعرف كيف نعدلهم. البقيه هذول المئات الخصائص هم للي بده يتقدم بالماده. فالان بدي اوقف التسجيل شوي وناخذ منكم اي زيوم. الان بعد ما تعرفنا على الاجزاء الرئيسيه للشاشة الأولى اللي فيها الفورم، فبيحكي لك بلش هو ترى يحكي بالدروس اللي احنا سلفنا عنهم، لأنه ما بقدرش يحكي عنهم بسلايد واحد، بقول ترى راح يظهر لك فورم 1. فورم 1 هذا جوات الديزاينر تاب، جوات الفورم ديزاينر تاب اللي هو آخر سؤال اللي سألت زميلتكم عنه وقالت بدنا نعيده. الفورم بنقدر نرسم عليه كنترولز، أيقونات. والايقونات بنقدر نعمل عليهم كليكينج ماوسينج بالبريس بوتون ماوس، لما نيجي نعمل مثلا بوتون 1 بريس. الان بلش يشرح هون عن مسك الشاشه من فوق، بقول اول شيء بيظهر منها المنيو بار والتول بار من فوق، المنيو بار والتول بار. المنيو بار لوكيتد بالاي دي اي فوق، والمنيو بار بيكون المنيو بار عبارة عن قائمة بالأوامر على شكل كلام مكتوب محكي. التول بار بيكون على شكل أيقونات، contains icons، أيقونات، أوامر على شكل أيقونات بنكبس عليهم. هنا كنت execute applications are contains in menu، فالmaintaining and executing applications موجودات بالمنيو كلياتهم خبياتنا. طيب خلينا نكمل، قاعد هو بشرح عنهم. المنيو بار والتول بار، بيقول المنيو بار والتول بار خلينا نروح عليهم لانهم بشرح عن حيثيات داخل المنيو بار، واحده منها جري وواحده التول تيب. خلينا الجري والتول تيب اتذكروهم، الجري الرمادي والتول تيب، خلينا نشوف نتعرف عليهم شو هم، خلينا نروح عليهم. الان هو بيشرح عن المنيو بار، هذا المنيو بار اللي هم اكسكيوتابل ابلكيشنز ان منيو، وهون الايكونز الاوامر اللي شكل الايقونات. فاذا الجزئين هم للاوامر. الان بيقول في شيء جري، هاي بروجكت، هاي فيو، هاي لاحظوا تول اوردر اديت، هاي كوبي كات بيست، في شيء جري رمادي. رمادي لانه الاي دي اي الكومبايلر تبعنا ذكي، بيعرف انه الان انت ما راح تقدر تستخدم هذا الامر لانه مش فعال هون، فبيعمله رمادي مشان ما تكبسش عليه، وبالتالي الكومبايلر يغلط ويشغله. فلاحظوا هون فيش ستوب لانه انا مش عامل رن، هون الرن شغاله، هون الستوب مش شغاله، والديبج مش شغاله لانه انا مش عامل رن تمني اعمل ديبج. فهي فكره الجري. اذا خلصنا من الجري. الجري فكرتها بالشكل التالي، انه بعض الاوامر بتكون رماديه، ان افيلبل تو يوز، غير موجوده للاستخدام، ولكن هي موجوده بعد شوي بنقدر نستخدمها. فمثلا الكوبي مش موجوده، هي انا بدي اعمل الكوبي موجوده، هاي باجي بروح احطها هون وبقول كليك يمين وكوبي، صار لاحظ الكوبي والكت والبيست موجودات وفعالات لما انا شغلت الكوبي والكت، صح؟
البيست شغاله، هاي اشتغلت البيست، صاروا مش رماديات، الاندو والدو فشغالات، لاحظ صار. فهي فكره نفس الشيء هون، بعض الاوامر مش شغاله وبعضها شغال. اذا خلصنا من الجري والتول اليوزابل والان يوزابل. التول تاب شو هي التول تاب؟ التول تاب بتوقع انك راح تنسى الامر شو معناته، ماذا يعني وشو اختصاره على الكيبورد. فاول ما تحرك الماوس وتيجي على الايكونز تبع الكوماند بيطلع لك تول تيب. تول تيب، لاحظت التول تيب اللي ظهرت بالماوس تحت اندو كنترول زد، هاي التول تيب، مسج صغيره بتظهر لي ثانيتين ثلاث بتذكرك انه هاي الكبسه هيك، لاحظتوا بتظهر لي ثانيتين ثلاثه بقول لك ريدو شيفت الت باك سبيس بتعمل ريدو. هون مثلا بقول لك سيف اول كنترول شيفت اس، هون اد نيو. فهون الان بالذات للايقونات هذول بعطيك تول تيب، هاي فكره التول تيب اللي هي المسج الصغير اللي بتظهر لثانيتين ثلاثه مع الماوس لما انت تاشر على احد الايقونات مشان يذكرك كيف استخدامها او شو اختصارها. فهي فكره التول تيب بيقول هيلب يو بيكم فاميليار، بتساعدك، هي عبارة عن مسج صغير بتساعدك تكون تعرف وفاميليار وللكبسة شو هي أو بتذكرك شو راح تشتغل هاي الكبسة، وخاصة للأيقونات اللي بالتول بار تظهر. التول بوكس، التول بوكس هو الشريط اللي احنا بنرسم منه الأدوات اللي راح نبرمج عليها. التول بوكس هيو موجود عندي هون أنا الآن. التول بوكس بنرسم منه البوتون، بنرسم منه الليبل، بنرسم منه التكست بوكس، وبنرسم منه الليست بوكس. هذول الثلاثة الليست بوكس، هذول الثلاثة أو الأربع أيقونات بدنا نبلش نرسم فيهم بمادة الفيرست، أول أربع شباك. للعلم معنا 82 طالب الآن، المفروض 82 طالب كلياتهم سجلوا أسماءهم بمسج، أسماءهم وأرقامهم الجامعية على السيشن هذا قبل ما ننتهي. نذكركم بانه سجل اللي ما سجل، لانه في ناس بلقاهم مسجلين مرتين ثلاثه على السيرفر بنفس السيشن، خلص اللي سجل اسمه ورقمه الجامعي خلص. انتبهوا في ناس بيخطوا بالارقام الجامعيه، في ناس بيخطوا بالارقام الجامعيه، فبالتالي البرنامج اللي بروح بدور على على الارقام الجامعيه وبيعمل العلامه خمسه اوتوماتيكيا بلاقي انه الرقم الجامعي غلط. فانتبهوا يا لما تكتب رقمك الجامعي اكتبه صحيح، اذا ما كان صحيح ما راح يعطيك علامه الحضور والغياب. وحضر ورقه وقلم الجميع مشان احنا نعمل واجب صغير زي هيك، بس تكتبه بخط اليد وتبعثه على الايميل. طيب احنا كنا نحكي عن التول بوكس، خلينا نكمل سلافه التول بوكس. التول بوكس هو عباره عن تاب وليس بار، هذا تول بار، هذا تول بوكس تاب، تاب بنرسم منه الايقونات. الآن التول بوكس هذا ممكن ما يكونش موجود ولا التاب تبعته موجودة، يعني أنت لما تفتح برنامجك بالغلط وإنه مش موجود، طب كيف بدنا نحضره؟ سلايد بيحكي هون بيقول ترى من فيو تول بوكس بتجيبه، من فيو تول بوكس بتجيبه، بترجعه ممكن يكون مخفي هون تظهره وبتثبته بالبوش بين. فإذا التول بوكس بمرحلة الديزاين لما تكون انت بالفورم يكون موجود. طب خلينا نروح على كبسه على الكود، لاحظ لما رحنا على الكود التول بوكس صار ولا شيء، فاضي ما فيهوش، لانه ما بقدرش ارسم انه ايقونات جوات الكود، احنا امبارح سويناها. لما رجعت لهون رجعنا الايقونات مشان ارسم منهن، يعني حتى ذكي باخفاء الايقونات بمرحله البرمجه بظهر هاش حتى لو انك انت مظهر التول بوكس. فهي فكره، رجعنا برجع الايقونات على الديزاين. طيب بيحكي لك انه بترسم انت الايقونات على شكل دراج دروب، بتعمل منيو منيو مش عارف ايش. هون الايقونات، ايوه هون سلايد المهم، بيحكي لك الان انت كطالب بمبرمج بالفيجوال بيزك بدك تتعرف على الاربع كبسات هذول وترسم هنا على الاربع كنترولز هذول. التول بوكس موجود في بوتون مرتبات هني ابجديا، وموجود في ليبل، وموجود في ليست بوكس، وموجود في تكست بوكس. مفروض انك تعرفهم وتبلش ترسم فيهم، ورسمناهم. عملية ترسيمهم كمان مرة، بيعتقد انك انت ولا كل عمرك استخدمت الكمبيوتر،
عمليه الترسيم هي يا اما دبل كليك يا اما دراج دروب يا اما كليك بوينت كليك. ثلاث طرق لعمليه ترسيم الايقونات. خلينا ناخذهن الثلاث طرق قدامكم. انا بدي اروح على البرنامج بدي اشطب هذول كل هني اللي انا رسمتهم واجي اول شيء اول حركه دبل كليك. هاي دبل كليك. دبل كليك بروح بجيبها بالزاويه العلويه اليسار. انت بتروح بترد تغير موقعها. كمان مره نروح على واحده ثانيه ليبل دبل كليك بتجيبها بالزاويه العلويه اليسار. هاي دبل كليك. الحركه الثانيه دراج دروب. دراج دروب بتعملها كبسه بالماوس وبتشيلها وبتيجي لهون بتعملها دروب. بتطلقها هون. هاي احسن بتجيب لك لنفس الموقع اللي بدك تودي عليه. كليك بوينت كليك بتيجي بتعمل كليك على الليست بوكس. بتقيم ايدك على الماوس بتروح لهون بيكون معك الليست بوكس بترسمه هون. فاذا ثلاث حركات. من مره بتذكر اجى سؤال دبل كليك وان واي تو درو اور تو بليس ا كنترول اون فورم فروم تول بار. طبعا الاجابه خطا مش من فروم تول بار فروم تول بوكس. فكل السلافه صحيح بس من لان هون بحكي لك انت كطالب بدك ترسم هذول ورسمناهم قدامكم. رسمنا التكست بوكس ورسمنا البوتون ورسمنا الليبل ورسمنا الليست بوكس. هون الان بلش بدرس التكست بوكس. راح انا اخذ درس التكست بوكس واخذ منكم اسئله. التكست بوكس خلينا نرجع بقول ارسم تكست بوكس. هاي التكست بوكس. هاي التكست بوكس. تكست بوكس باجي برسم. الان لما ترسمه بحكي لك في الريد اونلي والترو البروبريتي ست ترو او فولس. الريد اونلي بيقول هو بيحكي هاي انا الريد اونلي بدنا نروح عليها الريد اونلي بدنا نروح على الريد اونلي الريد اونلي هاي الريد اونلي هي شو فولس بقول اعملها ترو. طيب خلينا نشوف ليش بقول اعملها ترو. خلينا اول شيء نروح نكبر الخط. بقول ترى اول خاصيه بدي اعلمك عليها التكست بوكس الريد اونلي ترو. الان انا بدي اروح اكبر الخط اعمل المشكله اللي هو بتوقع انها راح تصير. الان هون بدي اجي على مين اخر واحد حكى اخر واحد حكى او اخر واحد احمد بسال عن شغله. الان خلينا نيجي على احمد اللحام او خليني انا اجي اكتب هون run او خليني اجي اروح اكتب هون بالتكست على اساس يكون فعلا الموضوع حقيقي بالتكست. هاي التكست اجي اكتب هون احمد اللحام. الان احمد اللحام علامته مثلا تحملنا يا احمد ها 75 بدنا نجيب 95 ان شاء الله. احمد اللحام علامته بالفيجوال بيزك 75. احنا بدنا نشرح درس الريد اونلي ترو هو الريد اونلي فولس. نرجع كمان مره على الريد اونلي. الريد اونلي وينها الحرف الار احد الاقليا ريد اونلي فولس. اوكي ريد اونلي فولس هيا ريد اونلي فولس ران. الان احمد ما عجبتوش علامته بيروح على السيستم تبع القبور التسجيل بيقول انا احمد بيجي لهون بحط 95 بدناش 95 97. هاي لانه الريد اونلي فولس. انا لما اسلمك شاشه العلامات من القبول والتسجيل بسلمك اياها قابله للتعديل. ريد اونلي فولس يعني للقراءه فقط لا للقراءه والكتابه اذا فولس. فعدل احمد اللحام علامته. تصوروا لو انه هذا بنك وبتقدر انت تفوت من الخلوي على حسابك وتعدل حسابك فمشكله بصير. طيب شو معناته فائده الريد اونلي ترو؟ نيجي على الريد اونلي ترو هون ندور عليها ريد اونلي ترو. تعال يا احمد اللحام هاي ريد اونلي ترو نعملها ترو. هاي عملناها من هون ضبطناها وعملناها ترو. ران هيها موجوده غير ما بغير جربوها على جهازكم. فانا بقدم لك العلامه او بقدم لك الرصيد وبتتفرج عليه وبتاخذه كوبي وبيست وبتخزنه وبتطبعه على الشاشات تبعتك بس بتقدرش تغير عندي على كيفك. ما بتقدر تغير المعلومه اللي انا بدي اياها. بقدم لك اياها ريد اونلي ترو. فهاي فكره الريد اونلي ترو اللي هو شارحها بهذا سلايد بناقشها بهذا سلايد بيحكي
التكست بوكس بيقدم لك بوكس بتقدر تكتب فيه أثناء الرن وتعدل الكتاب الموجود عليه، لكن إذا عملت ريد أونلي ترو ما بيقدر الإند يوزر يعدل. فمهم ريد أونلي ترو. فمشان هيك هو شرحها بأول درس. بعدين هو رد راح هنا شرح التاسك بوتون بالهاندلر سايز. الآن خلينا نيجي على التاسك بوتون، نرجع ريد أونلي ترو، نرجعها فولس لأحمد ونقول له يا أحمد اكتب لنا اسمك وعنوانك. هاي أنا بدي أكبر واكتب لنا اسمك وعنوانك مشان نشرح التاسك بوتون. بيجي بكتب الاسم بدوش يغير العلامة، بيجي بكتب العن، خلينا نروح على الاند، العنوان عمان أول شارع الاس. تصورتوا شو المشكلة اللي قاعدة تظهر معاي؟ المشكلة اللي قاعدة تظهر معاي إنه ما معيش مجال أنزل سطر ثاني. السطر اللي أنا قاعد بكتب بيه ما عماله ما بوسعش كل المعلومات، فأنا بدي سطر ثاني. هاي الفكرة من الكبسة هاي الصغيرة اللي هو سماها بسلايد التاسك بوتون. الآن لو عملناه مالتي لاين وكبرناه بصير في مجال تكتب فيه تكست. هاي هون ران انتر، بيجي بكتب العنوان وبيجي بكتب عمان الأردن صندوق بريد وشارع الاستقلال. شفتوا كيف الآن صار في مجال إنه التكست بوكس يعطينا أكثر من سطر بكبسة التاسك بوتون. إذن to make the text box sizable handing for multi lines we can use the task bar ولا task button. task button. الآن خلينا نوقف ونأخذ أسئلة منكم اللي بده يسأل عن الموضوعين اللي إحنا شرحناهن. نكمل بيهم. الآن السلايد اللي بعديه بيحكي عن الويندو، البروبريتي ويندو، بقول ترى انت ضبطت من وين انت. خلينا نرجع بالله المالتي لاين، هاي وان لاين. انت الآن بدك تيجي على شاشة الخصائص. هاي خلينا اجيب لكم اياها لهون، بشيلها من هون لهون وبحطها هون. شاشه الخصائص هاي بيحكي بيقول هي عباره عن جزئين. اي هون بيحكي بالسلايد اللي بعديه بيقول هي جزئين البروبرتي ويندو. باللحظه اللي انت بتكون كابس بيها على التاسك بيقول لك هاي خصائص التاسك. التكست بوكس 1، روح جيب لك ليبل او ليست بوكس، بيقول لك الان انت بدك خصائص التكست الليست بوكس هذا اللي عملته. نرجع للتكست بوكس. التكست بوكس هاي التكست اللي موجودة عليه، تعال راجعني بشار اللحام، وكانت علامته بقول أنا اسمي بشار مش أحمد اللحام، وعلامتي 98 بعد ما راجع كنا ناسين نصلح له على التاسك مثلا، وهاي اسمه بشار فعدلنا المعلومات. هاي ريكوردينج وإحنا وصلنا لعند المينيو أو الويندو تبعت البروبرتي. فهنا إذا طلعنا على هذا المثال، وهذا المثال تنتبهوا له، النافذة تبعت البروبرتيز عرفنا إنها بيكون فيها مواصفات الأيقون اللي إحنا مأشرين عليها جوات الفورم بالديزاين. أول جزء منها من الأعلى بيكون اسم الأيقونة tool books text box one. الآن اسم الأيقونة هاي وخصائصها، خصائصها الستاندرد اللي إجت بالديزاين. بعدين أنت بصير تغير خصائصها كاملات من A to Z، مرتبات من حرف الـ A للـ Z، أو بتقدر تغيرهم لكاتيجورايزد. والله هذول خصائص للحجم والشكل، هذول خصائص لللون والخط، هذول خصائص للديزاين ومش عارف إيش. المهم إنه هذول البروبريتيز على اليسار الخاصية وعلى اليمين السيتنج لها التضبيط. كمان نفس الخصائص جزئين، جزء على اليسار اسم الخاصية، جزء على اليمين التضبيط الخاصية، أسلوب التضبيط. هنا في ديسكريبشن بان، في وصف لها كمان، حتى بدلك زي كيف التول تيب هناك، هون في وصف لها بقول لك هاي متعلقه بانك ترسم الايقونه اللي بتعمل التكست بوكس اللي بتكتب عليه. فهاي فكره الويندو
الويندو ممكن تكون على شكل كاتيجورايزد مرتبات حسب المجموعات او على شكل A to Z. اذا اول كبستين هون كاتيجورايزد او A to Z. خلينا نروح على الشاشة كمان مرة، شاشة البرمجيين اللي هون، وهاي النافذة ظهرناها هون عندنا، هاي تكست، هاي تكست بوكس 1، هاي هون ليست بوكس 1، ليست بوكس 1، هاي هون A to Z الفابيتك، هون كاتيجورايز بيجي بنظمهم. لاحظ كل مجموعه من الخصائص حط لها عنوان وحط لها حال كاتيجورايز، او هون A to Z. طبعا الكبسات الضوء راح ناخذهم بعدين، بدناش ناخذها هسه، بس اول كبستين من هون اللي هي الكاتيجورايز والالفابيتك. لو جيت لهون على الليست بوكس او على التكست بوكس بيجي بغير. النافذه هاي المفروض انها تكون على اليمين. انا خربتها بالمره، مفروض انها تكون على اليمين. طيب مش مشكلة، احنا خربنا مكانها بالمرة. المفروض انها تكون باليمين، انتوا بتضبطوها، فاذا ظهرت بمكان ثاني روح رتبها بالمكان اللي هي فيه. طيب النافذة هاي هي للخصائص. الآن بما الاف 4 بتظهر النافذه اذا كانت مخفيه، او بتروح تقول له كليك يمين وبروبرتي. اذا كانت مخفيه خليني اخفيها. الان كيف بدي اظهرها؟ كليك يمين وبقول له بروبرتي، بيجيب لي شاشه الخصائص. الخصائص صاير، بقول له الان بدي اضبط الخصائص، بيجيب لي الخصائص وبضبطها. انا مش عارف رجعها بمكانها الاصلي، مش مشكله، خربنا الديزاين تبعنا. خلينا هيك نعمل هنا يدوية. المفروض شاشة الخصائص تكون هون على اليمين تحتي السوليوشن، نافذة الخصائص. طيب الآن عرفنا الأجزاء، عرفنا كيف تشتغل. طب شو هم الخصائص اللي لازم نحفظهم؟ الخصائص اللي لازم نحفظهم هم الخصائص التالية: التكست، الأوتو سايز، الفونت نيم، الفونت سايز، الفور كلر، الباك كلر، والريد أونلي. نبلش من تحت لفوق، 1 2 3 4 5 6 7 خصائص بدك تحفظها عن غيب وتحفظ املائهم، لانك بعد شوي راح تروح على البرنامج وتبرمجهم برمجه، مش تختارهم اختيار من نافذه البروبرتي. ريد اونلي، بدي واحد يشرح لنا الريد اونلي، بدي افتح مجال لواحد يشرح لنا شو هي ريد اونلي، لان قبل شوي شرحنا عنها ريد اونلي صح. مين بده يشرح عن الريد اونلي؟ خاصيه الريد اونلي مالها في مجال دكتور. مين؟ احمد الخطيب. يلا يا احمد، شو ريد اونلي هاي الخاصيه شو يعني بتفيد؟ حكينا انه لما نكتب بالبرنامج شيء معين ونيجي نطلعه للصفحه اللي بدنا نقرا فيها، هل احنا بنقدر نغير عليه ولا لا؟ تقريبا الحكي اللي حكاه احمد صحيح، بقول الايقون اللي انت رسمتها وبالذات التكست بوكس 1، متذكرين التكست بوكس 1 لما حطينا لبشار او لاحمد اللحام؟ التكست بوكس 1، التكست بوكس 1 لما اظهرناها كانت ريد اونلي فولس، فعملناها ترو لانه بروح بيغير المعلومات اللي ما بدناش يغيرها، بيغير علامته، بيغير اسمه، بيغير رصيده وهكذا. فهي ريد اونلي خلصنا منها، فيش داعي نشرحها. التكست هو النص اللي بيظهر وقت الرن لاول مره لما انت تيجي تنفذ الكبسه. فكيف مثلا خلينا نيجي على تكست، هاي هون في عندي انا، خلينا نجيب النوتيشن هاي اللي ظلت معنا كلير اول. التكست، نطلع على التكست. التكست هو النص اللي بيظهر على وجه الايقونه. فهي هون احنا التكست، هاي خاصيه التكست، قالين انه اسمه بشار لحام، بعد شوي بنقول لا اسمه مثلا سامي وعمره او علامته، الماركس تبعته مثلا 44 او بلاش 44 87 انتر. لاحظ ما تغير بشار، لسه بشار موجود، بدي اروح اغير الموقع او اعمل انتر حتى يتغير سامي. فهاي التكست، التكست هو النص اللي بيظهر على الكبسه لحظه النص اللي بيظهر على الكبسة. التكست خاصية التكست، الأوتو سايز، الفونت نيم، الفونت سايز، والفوري كالر، والباكي كالر. خلينا نشرحهم كلياتهم مع بعض.
الاوتو سايز، الفونت نيم، الفونت سايز والفوري كلر. خلينا ناخذ اللون والخط والهذول، هذول اللي احنا دائما بنعملهم بشكل سريع مشان يطلع واضح. اللي هم راح ناخذ منكم اسئله. الفونت بيجي بيقول لك بعطيك نافذه اضافيه وبيقول لك شو نوع الفونت، شو نوع الخط، شو حجمه، قديش حجمه، هل هو بولد ايتاليك مش عارف ايش. وبيقول لك كمان هل هو الباك كلر، اللون الخلفيه اللي انت بتكتب عليها بترسم عليها مثلا صفراء، خلينا نعملها صفراء، هاي صارت صفراء، واللون الخط اللي انت بتكتب به الفوري كلر اللي هو مثلا ازرق، عشان اورجيكم انه في تغيير ب لاحظت هذا الشيء. فهو اذا الفوندوت نيم اسم الخط، الفوندوت سايز حجم الخط، الفوري كلر لون الخط اللي انت بتكتب فيه، الباك كلر لون الارضيه اللي بتكتب عليها. ظل عندنا الاوتو سايز. طبعا هون بقول لك وين هي التكست وكيف تغيرها. هون بقول لك البروبريتي على اليسار في خصائص وعلى اليمين في تطبيق. وهون بقول لك الكلر، بقول لك الكلر، الكلر خليني اكمل المواصفات والبروبريتيز وبعدين باخذ منكم اسئله. الكلر بيحكي لك الكلر اللون، اللون ممكن يظهر لك نافذه اضافيه ما بتكفي عمليه التضبيط للكلر. هون يعني هون بعطيك قائمه بالالوان بس بقول لك ترى في كاستمايز نافذه اضافيه فوق النافذه تبعت التضبيط الخصائص مشان انت تختار الخصائص متكامله، لانه بحاجه انك انت للكاستمايز. بعض الخصائص عملية السيتنج تاعتها بتحتاج إلى كاستمايز، فعملية التضبيط بدها كاستمايز، مثل خاصية الفوري كلر. برضو خاصية الفونت بدها كاستمايز، بيطلع لك الفونت كامل ومواصفاته، أو بتكتبهم كتابة، بتروح إذا أنك حافظ بتكتب كتابة. فعملية الكاستمايز، الفونت بيطلع لك القائمة هاي وبتصير تظبط. البوتون هي الكبسة الثانية بعد التكست. خلينا نوقف التسجيل ونأخذ منكم أسئلة. طيب مين في إله أي استفسار؟ في كانوا بدهم وضحت الأوتو سايز؟ مين اللي سأل عن الأوتو سايز؟ في واحد سأل عن الأوتو سايز، احكي. دكتور انا اللي سالت عن الاوتو سايز، خلص وضحت 100%. المساله انه محمد ولا لا انس الشناق؟ انس واضح الاوتو سايز. نعيدها كمان مره كانه في اسراء كانت بتسال عنها. الاوتو سايز بالشكل التالي، الاوتو سايز انها هي خاصيه بامكانها انها تكبر حجم الليبل بالذات. نعمله اوتو سايز ترو او اوتو سايز فولس. اذا عملناه اوتو سايز فولس فما بوسع كل النص اللي بيكون موجود، فالاوتو سايز ترو بتخلي يوسع كل النص الموجود. هاي فكره الاوتو سايز. الان نكمل محاضرتنا بعد الاوتو سايز. بيحكي بيقول الليست بوكس، ارسم ليست بوكس، ارسمه لكن للشابتر القادم او الشابتر اللي بعديه راح احنا نبرمج عليه. نفس الشيء، هاي ليست بوكس مشان نرسم الايقونه الاخيره. هاي ليست بوكس، ليست بوكس وين ال ليست بوكس، برسمه غير عليه مش عارف ايش. الليست بوكس هو عباره عن اكثر من اليمنت بيكون به بتظهرهم لعمليات الاظهار. بعدين ال نير توب اوف البروبرتيز، رجع للبروبرتيز، بيقول ترى بالاعلى على اليسار اسم اسم الايقونه شاشه البروبرتيز. هنا بيقول الآن بدنا نغير اسم الأيقونة برمجيا، نرجع بالله هذا مهم نغيره. الآن هون بدي أقيم هاي، هذا البوتون 1 متذكرينه اللي سميناه سيرش ببحث. لو رجعنا لخاصية النيم، هاي النيم محجوز للبرمجة بوتون 1. الآن هاي في لها مواصفات، لازم أنت لما بدك تيجي تسميها باسم ثاني بي تي ان يعني بوتون، وهاي البوتون للسيرش. وبصيرش انت تعمل فراغات، اذا بدك تعمل فراغات بدك تحط الاندر سكور حتى ياخذ الاسم، لانه هذا راح تتعامل معاه برمجيا. لاحظ حتى غير اسمها هون، بطل اسمها زي هيك ليبل 1 بوتون 1، غير اسمها هون. فهي كانت بوتون
ون غير اسمها، لاحظوا غير اسمها لأنه بصير يخاطبها برمجية. خليني بالله أشتغل شغلة عليها هاي بشكل سريع قبل ما إحنا اللي هي بحكي لك البوتون، بتختصرها بوتون مثلاً بوتون الكمبيوت للحساب، ليبل، ليبل للأدرس للعنوان، تكست للتي إكس تي للأدرس، ليست بوكس ال اس تي، فبتأخذ الاختصار عشان بعدين لما ترجع للديزاين بيكون في عندك مئات الأيقونات جوات الشاشة تبعتك، مش عارف هل هي هاي ليبل ولا تكست بوكس ولا، بنأخذ الاختصار. فبقول الاختصار بفيدك بحيث إنك تسميها. الآن بدنا نعمل هالحركة، الحركة هاي نعتبرها، خليني أكمل يا أحمد الحركة هاي مشان أوضح فكرة النيم برمجيا. النيم محجوز بقوسين، النيم اللي بنتعامل معاه، أنا بدي أروح على شاشة البرمجة وأقول له يا برنامج، طبعا بعدين راح نرجع للبرنامج اللي هو مبني على البوتون 1، يا برنامج اللي أنت مبني على البوتون 1، اللي أنت مبني على البوتون 1، البوتون 1 كليك، بدي تروح تغير لي التكست اللي موجود على الليبل، مش في ليبل، ليبل 1 دوت تكست، هاي دوت تكست، خلينا نكبر الشاشه شوي مشان نشوفوها، دوت تكست الليبل 1 دوت تكست يساوي مثلا سامي ان كلاس اليوم. خلينا بس نعملها على شكل نص. هاي انا غيرتها، شو هي؟ نطلع عليها، هي محاضرة اليوم. الآن أنا قلت له كليك سامي in class، فبيجي أول إشي بيظهرها وبيظهرها حسب ما هي موجودة بالديزاين، بعدين بغيرها. الآن تغييرها هذا حصل، حصل على البوتون 1، ننتبه هنا بوتون 1 اسمها صح؟ بدي أسكر شاشة الكود وأروح على البوتون 1 هذا، أروح على البروبريتي تاعته، على البروبريتي تاعت البوتون 1 واروح على النيم اسميه اسم ثاني ptn underscore change label، غير اسمها، غير اسمها، روح على الكود، بتلاحظ انه غير حتى الكود اللي كان هي بوتون 1 راح غيرها. فهي فكره الفكره تاعت الأسماء، الأسماء اللي لازم تكون محجوزة برمجيا، بتبلش بأحرف، ممكن تستخدم أرقام لكن مش أول رقم، وهي الأسماء برمجيا أنت بتخاطبها. الفورم كمان، الفورم كمان بتقدر تقول FRM1، الفورم نفسه، الفورم الأرضية هذا اللي هون، نرجع على الديزاين، الفورم بروح على النيم تاعه اللي اسمه بقول هذا اسمه FRM underscore للكلاس تبع CS110، غيره، لكن ما غير هون التايتل، التايتل اللي هو التكست ما غيره، بدنا نغيره تحت، نرجع لهون بنقول هذا السي اس 110 الفيجوال بيزك بغير التايتل. احنا قاعدين بنغير على الاسم البرمجي اللي هون. تقريبا هاي اللي بدي اوقف هون الاوتو هايد، هاي بكره بنكمل من عند الاوتو هايد لقدام.